تعرف لما إمامك طاح على البوغاء؟ وهذه رواية الإمام الباقر عليه السلام، يقول جد الحسين عندما سقط على الأرض كان في جسده 1900 طعنة وطبرة. يعني وش باقي من الحسين معه؟ يعني يحتضر الإمام. واحد من بني أمية يقول أشوف الحسين يحرك شفتيه فأسرعت، قلت إن كان يدعو علينا هلكنا والله. يقول خليت أذني قريبة من فم الحسين، تعرف إمامك بهاللحظة ايش كان يقول؟ يقول عطشان، وحق جدي أنا عطشان، يقول اسقوني جرعة من الماء، تفتتت كبدي من الظما. يقول أنا شفت الحسين ميت يحتضر، قلت بجيب إليه ما يخليني أشربه. يقول رحت إلى المشرعة ملأت له قرب من الماء، يقول أجيت أركض فاعترض طريقي علي بن الطعان المحاربي. شلون جاز الحسين؟ يقول قال لي وين رايح أنت؟ قلت له رايح أسقي الحسين، هنيئا لكم النصر، أنتون انتصرتون خلاص والرجل ميت ميت بموت الحسين، خليني أسقي قليل من الماء. يقول أخذ الماء من يدي وسكبه على التراب وقال لا يذوق الماء حتى يذوق الحامية، وما سقوا قطرة ماء. يا أبو علي دخل وقت الصلاة، التفت الحسين إلى الحر، أتصلي معنا أم تصلي بأصحابك؟ قال لا يا أبو علي الصلاة وياك، إذا حضرت وياك أصلي معك وأصحابي بكيفه. صلى مع الحسين، فرغ الإمام من الصلاة، صاح بأولاده بإخوته بأصحابه ركبوا العائلة لنمضي إلى الكوفة. ركبوا النساء ركبوا الأطفال، وضعينة الإمام الحسين كلها مربوطة، كل المحامل كل محمل مربوط مع الآخر، أولهم كل المحامل مربوطة في فرس الإمام الحسين. إذا تحرك تحركت الضعينة، الحسين يبغي يطمن أن الضعينة تمشي بهون بهدوء، ما يبغي يروعها الخفرات المحجبات. تحرك الحسين، صعد الحر على جواده وقام يساير جواد الحسين بجواده، ارتفع الصوت، الحسين يقول أنا رايح للكوفة، الحر يقول آخذك معتقل ابن زياد، أنا مأمور يا أبا عبد الله. قال أنت تعتقلني يا حر وأنا ابن رسول الله؟ اشتبك جواد الحر بجواد الحسين، رقبة جواد الحر يقولون صارت في رقبة جواد الحسين. إش صار؟ توقف جواد الحسين فجأة. إش صار يا مولاي؟ ارتجت المحامل وضرب بعضها بعضا، صاحت النساء وضيعتا وذلا. ارتفع البكاء والنحيب. زينب متعودة أبو فاضل على يمين المحمل، صاحت عباس، جاوبها علي، أنا علي أنا علي الأكبر عمتي زينب. قالت وين عماك؟ قال لها عمتي لما سمع الحسين يجادل القوم خاف على أخوه راح إلى الحسين. قالت بني أمضي لأبيك الحسين وقل له إن عمتي زينب تقول لك ألن الخطاب مع القوم، فقد ارتاعت القلوب وبكت العيون. الحسين يسمع الأكبر، قامت دموعه تذرف من عينه كرش المطر. يا حور ثكلتك أمك، ثكلتك أمك يا حر، تروع خواتي وأنا بالوجود، ثكلتك أمك. الحر خجل من الحسين، طأطأ رأسه إلى الأرض، قال أبا عبد الله والله لو قالها لي أحد غيرك من العرب أو العجم لما تركت لأمه من الثكل سبيلا، لكن ويش أقول أنا في فاطمة الزهراء. بعض علمائنا يقولون لأنه عرف قدر فاطمة هداه الله، لأن عرف قدر الزهرة، والزهرة مو واحدة سهلة يا مولاي،
دارت القرون على هذه المرأة العظيمة. يقول لي أبو علي خذ مني حل نصف، لا تروح الكوفة ولا ترجع المدينة، وروح أينما شئت أبا عبد الله. قال أنصفتنا يا حر. الحر قال في أمان الله ومضى بأصحابه. الحسين التفت إلى أصحابه قال يا أصحابي فيكم واحد يحدو بالنياق حدوا هين؟ أكو واحد يحدو بصوته حتى النياق تمشي ويا صوته بهدوء وسكينة؟ أريد أطيب خاطر خواتي وأولادي. فز الطرماح قال لي أبو علي شرفني، خليني أمسك زمام ناقة زينب، خلي يسجل هالشرف باسمي. قال تفضل يا طرماح. اتقدم على الضعين الطرماح وقام يحدو بالنياق، يا ناقتي لا تذعري من زجري واسري بنا قبل طلوع بخير ركبان وخير يا مالك النفع معا والضر، أيد حسينا سيدي وسرى بالصحب والأهل بملحوب الطريق، يقطع البيدا مجدا قاصد البيت العتيق، فأتته كتب الكوفة بالعهد الوثيق، نحن أنصارك فقدم سترى قرة عين. بينما السبط بأهليه مجدا بالمسيح، وإذ الهاتف يدعوهم وينعى ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم، ساعة إذ وقف المهر وحسينا 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 يلا وحسينا فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحل، فدعا في صحبه يا قوم ما هذه قيل هذه كربلاء، قال كرب خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر وحسين وحسينا ها هنا تنتزع الأرواح من أجسادها بضبا تعتاض بالأجساد عن أغمادها، وبهذه تحمل الأمجاد في أصفادها في وثاق الطلقاء الأدعياء الوالدين وحسينا وحطوا على هالوادي، حطوا على يا عزوتي ورجالي، حطوا على يا قوم أنا بسألكم وأنا عليم بأسماء هذه أراضي جدي كربو بلا سما، يشرب ثراها دمي وتبخل عليه نبما، وراضي أنا بهالتربة حطوا على وإن كان
كان هذه كربلاء بشرب نزلوا ترى لاحت علامات لازم بجانب هالنهار نقضي ضما وجسادنا تبقى على الرمضة سليب. يلا شباب كم شاب ما يهنى بشباب يظل معفو وكلنا عرا ينضي اللي بيها وما نقبو هذه مصارعنا ووعدنا يوم طير المنون اسمع على راسي نعيب طلنا بخيام بكربلة مهجة المختار وحاطت عليه جيوش ومية وظل محتار ودموعه الصفوخ خده صب الأمطار جدام عينه ينتخي كبش الكتي ثار برعيده صاحب الصولة تعب ثار برعيده صاحب الصولة قل البجا خلى يا خويا وارفع لفعل فعل الحشر بيتتحدثن نشف دموع ابو علي وسكن نحيب قل انا ما هاجت احزاني لجل ذبحات رجالي عزني يا ابو فاضل لجل ضيعه اطفال وش حال زينب لو بقت من غير متحيره بيتام مدهوش او سليب واماما وحسينا انزلت العائله نزلوا العائله نزلوا النساء نزلوا الاطفال واذا بالضجه ارتفعت من جانب النساء بالبكاء جليهم الحسين حلقه حلقه دايرين على زينب يقول ايش فيكم تبكون وانا بالوجود ليش تبكون يا نساء قالوا الى ابو علي مو اختك زينب بس وضعت رجلها على هذه الارض هذه حالها قال زينب انفرجوا للحسين النساء انفرجوا للحسين راح إلى زينب ضماها إلى صدره وأخذ إيدها وقام يجول ويا زينب في كربلاء زينب ها هنا محط رحالي زينب ها هنا تذبح رجالي زينب ها هنا تسبى نسائي تذبح رضعاني قامت ترتعش زينب من المصيبة يقلها يا زينب سهم المثلث بدلالي تشوفينا يا زينب سهم المثلث بدلالي تشوفينا وعبد الله الطفل يا اختي على صدري يذبحونا بعد 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 اسمع الشاعر ويش عندش عندك ويا الحسين في يوم خامس يقول واذا شفت الشمر جاني ابعدي عنا ولا تحاجينا تراه يقطع النحري ويتربع على صدري يا زينب عايني وصبري ايش قالت إلي يلا أبيات الدعاء وأسألكم الدعاء هنيئا إلك هلونا هنيئا إلك هالبكاء اسمع تقول لزينب تقول له ما لي غيرك كان تدري يسلبونا ما لغيرك
قبال عينك يضربونا ما لغيرك قوم ردني للمدينة. آية زينب بكربلاء محفور قبري، آية زينب بهالأرض ينقطع نحري، آية زينب الأعوج يدوس صدري. يلا يلا بيت الدعاء ما ذكرنا اليوم خامس وما نذكره، يقلها يا العقيلة بالفضل صوب الشريعة، يا العقيلة صوب جفنا قطيعة، يا العقيلة الضيعي عقبة شلون ضي حسين، يا حسين حسين يا خاتمة المجلس حسين.